الجلال نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وبعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، نتوقف في خطبة اليوم عند الصفة الثانية من صفات المؤمنين الواردة في سورة المؤمنون، والتي أخبرنا الله عنها بقوله: والذين هم للزكاة فاعلون. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. واليوم نتحدث عن قوله سبحانه: والذين هم للزكاة فاعلون. فلما جعل الله إيتاء الزكاة من خصال المؤمنين؟ وما هي عقوبة مانعها في الدنيا والآخرة؟ وما هي أهداف هذه الفريضة؟ إخوة الإيمان، لقد ذكر القرآن الكريم كلمة الزكاة مقترنة بالصلاة في 27 مرة في آية واحدة. آية واحدة فيها الحديث عن الصلاة مقترنة بالزكاة. وفي سورة المؤمنون ذكرت في سياق واحد مع الصلاة، لكن ليس في آياتها، وإنما في آيات واحدة من قوله تعالى: الذين هم في صلاة خاشعون، وبعد: والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. والزكاة في كتاب الله كما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي القاعدة الثالثة للإسلام، فلا يقوم بناؤه إلا بها. بني الإسلام على خمسة، لا يقوم الإسلام إلا بها، الزكاة، ولا يرتكز إلا عليها. فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فارق الدنيا على الإخلاص لله وعبادته لا يشرك به وأقام الصلاة وآتى الزكاة فارقها والله عنه راض. فارق الدنيا كده على الإخلاص لله وعبادته لا يشرك به شيئا وأقام الصلاة، أتى الصلاة في أوقاتها في أركانها في خشوعها، وآتى الزكاة فارقها والله عنه راض. اشحن تعبد الله بإخلاص، لا تشرك في شيئا، صلي صلاتك في أوقاتها، وتزكي وتنفق مما أعطاك الله. يا إنسان، رأى الله من الرب وأنت مستخلف فيه. إيه؟ اسم الحديث هذا اللي يخوف. قال صلى الله عليه وسلم: مش حبنا أن الإسلام هو سلسلة متماسكة. شوف الحديث، حديث يخوف، يخوف حقا. قال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله
ثم قال تعالى في آية أخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. أبو إخوان في الدين لي لا يعودون مع الله إلى آخر إنا ويقيمون الصلاة ويؤدون الزكاة. وهدد النبي صلى الله عليه وسلم من منع زكاة من منع زكاة ماله وبخل بحق الفقير في ماله بالعقوبة الدنيوية. قبل الآخر عقوبة دنيوية يتولاها من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ربي سبحانه وتعالى كفر هذا العقوبة. قال عليه الصلاة والسلام: ما منع قوم الزكاة إلا إن ابتلاه الله بالسنين وهي المجاعة والقحط والعياذ بالله. المجاعة والقحط والعياذ بالله. وقال صلى الله عليه وسلم: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. وكم مش الحيوانات مروا الباب بسبب ما نفعله، بسبب الخفل، بسبب عدم الإعطاء حق فقراء وفي أموالهم حقا للسائل المحروم، وفي آية أخرى وفي أموالهم حق معلوم للسائل المحروم. هذا احنا لا نخرج الزكاة هنا وزيد وزيد ما شاء الله وهذه الناس كلها سمعت بما وقع عليه اللي في راس السلام الاخير. انا اتصور قله الزكاه ما نزكيوش اي وزيد عاد برامجنا وقنواتنا واحتفالاتنا احتفالات بتاع بتاع ربي يسترنا واياكم من سخط الله وغضبه. ياك شوف راهي سنه الله في كوني انه اذا انتشر الهرج والمرج والقتل والزنا والمفاسد انتظر عقوبة من الله. يعني سنة الله في خلقه والرحمة. يقول قائل انت مشكور يقول انت مشكور يتحدث يقول يا اخي ما وصلنا القناة الفلانية وانا اتجاه كذا وكذا. مش بينك وبينها بينك وبينها قرص. بلاي بينك وبينها قرص. ايه لكن او نسمح بذلك حتى انا ما نفرش. لا اسمح ولا نسمح. قل يسمح الحرية الشخصية. الحرية لو كان جات النقمة تنزل الجيش على هذا وكان جات النقمة تنزل الجيش على هذا من يعمل من يتمرس كتاب شعر النقمة اوكي هذه النقمة نزلت عليه ترقمة اما ما نعرف الناس الكل ان النقمة ان الرحمة خاصة والنقمة عامة اي ومن القوم الذين لا يتناهون عن منكر فعلوا شيء فضلا أو أن يعمرنا ربي سبحانه وتعالى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هو ماشي منكر إذا ما هوش منكر. اللهم إن هذا منكر لا نرضى به. اللهم إن هذا منكر لا نرضى به. واللهم ربنا لا تعجلنا بما فعل السفهاء منا. هذو الناس هذو الناس ما نجمش نقول أي كلام سوى أنهم يحاربون الإسلام ويحاربون الحياة ويحاربون العفة والعتاب. فاللهم تولهم اللهم تولهم بحسب نيتهم يا رب العالمين. لا شك ربي يعطيهم على قد نيتهم خاطر وكأن هذه الامور برجة قالت هذه وهذه وهذه كيف الامور برجة والعياذ بالله. وبعد في قمة الارهاب والتطرف مالا إلا أفسدته. وقال صلى الله عليه وسلم:
زكاه ما تنقص من مال، ما تنقص، راح يزيد. لئن شكرتم لازيدنكم. بدل ان يحرم الله قرضا حسنا شديد فيضاعفه لكم اضعافا كثيره. ما نقصت زكاة من نقص، ما نقصت زكاة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا، وما تواضع احد لله الا رفع. وقال صلى الله عليه وسلم: ما تلف مال في بر ولا بحر الا بحبس الزكاة. ما تلف ست مال في بر ولا بحر الا بحبس الزكاة. احنا ظروفنا دائما اقتصادية في بلادنا دوا. سبب من اسباب اللي نعيش من اسباب اقتصادية. ثم اسباب مباشرة وثم اسباب غير مباشرة. وعند الرسول صلى الله عليه وسلم مانعها بالعذاب الشديد في الاخرة. فعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من اتاه الله مالا فلم يؤدي زكاة مثل له يوم القيامة شجاعا أقع، أي حية ذكر لا شعر له لكثرة سمه وطول عمره. عفريت والعياذ بالله، عفريت ينعم يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتين أي شقين، ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شرا لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. إذا إخوة الإيمان، إن الزكاة ركن من أركان الإسلام، وإيتاؤها وإعطاؤها علامة من علامات الإيمان، وبغيرها لا يستحق الإنسان والجماعة رحمة الله. بغير الزكاة ما يستحقوش رحمة الله. قال عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. شوف هذه الآية: رحمتي وسعت كل شيء، رحمة ربي واسعة، ينعم بها فسأكتبها. شكون باش ياخذها؟ رحمة ربي. الذين يتقون اي ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. وبغيرها لا يستحق الإنسان والجماعة نصر الله الذي وعد به من نصره. اشقرب. ولينصرن الله من ينصره. ان الله قوي عزيز. اشكرهم. الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاة واتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الامور. حتى ينصر ربي. كيفاش ينصرنا ربي؟ بلاش ينصرنا ربي باخلاقنا الفاسده، بابتعادنا عن الزكاه، بعدم البخل، بعدم اقام الصلاه، بالمفاسد، بعدم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. والله لا ينصرنا ربي، والله لا ينصرنا ربي. والله انا مخالف لسنه الله، ومخالف للسنن الكونيه، ومخالف لكتاب الله، ومخالف لسنه رسول الله. إذا إخوة الإيمان، هذه حقيقة الزكاة. الأخت الشقيقة من الصلاة، ركن من أركان الإسلام الخمسة، والقاعدة المالية الاجتماعية بها مع التوحيد وإقام الصلاة، نعم، يحقق الإنسان إيمانه وانتماءه إلى المؤمنين، واستحقاقه أخوته، وبمنعها بمنع الزكاة ينزل عليه عذاب الله في الدنيا وعقابه في الاخره. ولو كان نشوفوا توا، وهذا يتعرفوه وعلماء الاجتماع يعرفوه، ولكن والعياذ بالله ثم
يسمى ريحة الإسلام. ريحة وريحة الإسلام. يتقعوا ويتحطوا كالذي يتخبطه الشيطان من الناس. والله ثم والله ثم والله لو طبق المسلمون الزكاة لما وجدنا في العالم الإسلامي ولو طبق نصف مبدا الزكاة لما وجدنا أي إنسان محتاج إلى الدنيا هدية، حتى واحد من المسلمين لو محتاج. احنا توا الثورة والحرية والكرامة وزبار العيد معاك هنا ثورة وحرية تبقى كرامة تبقى حرية يا ولدي. أخرج الزكاة بتاعك كل واحد أعطاه ربه الزكاة أعطاه في الباب بلغ النصاب وأدى زكاة ماله. والله لن ثم لن ثم لن نجد أي إنسان محتاج أبدا. لأن ربي سبحانه وتعالى عندما خلق هذا الكون وخلق الأرزاق يصيب فيها من الحكمة أن ربي يخلق بشر أكثر أكثر بالرزق يصيب بالعكس ربي خلق الأرزاق أكثر بالبشر. لكن شفت ناس تغار ناس البريانيين ناس متوحشين ينعشين يحبلينه ويأكل هو ويتمتع هو وينظر إلى الفقير يتضمر شوعا وعراءا ينعم ولا يحب عليه حجا لا يؤمنون حل حتى يحب لأخيه لا يحب لنفسه. وقال صلى الله عليه وسلم ليس منا ليس منا من مات شبعانا وجاءه جوعان وهو يشبع. إذا فما الحكمة عباد الله من فرض الزكاة؟ ذلك ما سنتعرف إليه في الخطبة الثانية بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين. فرض الزكاة ليربي النفوس على فضائل البذل والإعطاء والإنفاق ويجنبها رذائل الشر والبخل وسوء الأخلاق. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. أحمده على ما بسط من النعم ورفع وأشكره على لطفه فيما قضاه وقدر. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قبل أن نواصل عباد الله إخوة الإيمان الخطبة الثانية أعلم أن جمعية المحافظة على القرآن الكريم والأخلاق الطاهرة ربي جزيه الخير وربي يعين إن شاء الله ينعم نظموا مسابقة لحفظ الحديث النبوي بمناسبة المولد والحمد لله نعم في وقت الأوقات المسابقة هذه الصحافة نعم وتقريبا تقدم للمشاركة تقريبا 400 شخص صغار وكبار نعم وهذوما بطبيعة الحال تشجيعا للحديث النبوي. الفائزين منهم يلزمهم جوائز لا تبخلوا عليه إثر الصلاة لا تبخلوا بالتبرع بدينار واحد واللي يحب يتبرع أكثر يتبرع بدينار واحدا الواجب تشجيعا لأبنائنا هذوما على الأقل على الأقل ناس تفسد يعني تفسد القنوات بعض القنوات تفسد ما نقولش الكل قاعدة تفسد على الأقل احنا بهيك الحديث النبوي يحفظوهم في الصغر العلم في الصغر كالنقش على الحجر ويتشفر يتشفر بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذه الجائزة رأيي هي على بساطتها ربما تقعد في الذكرى تقعد في بناء وتساهم في بناء شخصية ذلك الطفل ورب إن شاء الله لا يضيع أجر المحسنين. إخوة الإيمان إنما لو رجعنا إلى القرآن الكريم نتحسس أهداف الزكاة وآثارها لتبين لنا أن الله قد أجملها في كلمتين
تتضمنان الكثير من أسرار العبادة ومقاصد عظيمة، وهاتان الكلمتان هما التطهير والتزكية. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فماذا يعني التطهير والتزكية؟ وماذا يتضمنان؟ الزكاة إخوة الإيمان التي يؤديها المؤمن الامتثال لأمر الله وابتغاء مرضاته، إنما هي تطهير له من شح نفسه، وإنما طهرته بقدر بذله وخطته بإخراجه على قدر خرج ويفرح وقت اللي خرج. ثم ناس وقت اللي يزكي وقت اللي خرج الزكاة بتاعه يفرح يتفرح. أنا شيخ ينعم حتى شيخ حسن حتى لا يطلع قام ولا قاطع ينعم. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والزكاة أيضا تدرم فاعلها على المد والإعطاء والإنفاق، وتحرمه من تعاسة العبودية للدينار والدرهم. وأي تعاسة أعظم من أن يجعل الله الإنسان في الأرض خليفة، إن رب جعل خليفة، فإذا هو يعبد نفسه لما عليها من مال ومال. ورب جعل خليفة له الأرض ولا يعبد الفلوس. قال صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدينار. والزكاة كما هي طهارة للنفس وتزكية لها، هي طهارة لمال المزكي وتنمية وتحصيل. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره. إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره. لأن إذا كان ما أديش أراه هكا المال يا مسلمين، هكا الزيتون يا مسلمين، يا فلاحة كنا ما عادش ولا يعني ربي. وكي زكي رب سبحانه على يبارك لك الرزق ويزيد لك. إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شهرا. وإذا كما أديته راه معرض للسرقة، راه معرض باش يفسد، معرض باش يجي يسرق إلى آخره إلى آخره. وقال صلى الله عليه وسلم: حصلوا حافظوا قوا حصلوا أموالكم بالزكاة. وما أحوج الأغنياء في عصرنا إلى هذا التحصيل، فما أكثر ما نسمع عن هلاك أموال ناس أو نقصها جزاء الإعراض عن إخراج حق الزكاة منها. هذا تسمع المعنى الفلاني تحرم المعنى كذا والزيتون استمنع هو وكذا والزيتون الحمار والزيتون كذا والزيتون هكا وكذا. زمن ما نسالوش سنة الفلاحة اش فيها الزيتون سنة ها؟ الربع تقريبا بتاع الصابة بتاع عليه السنة. ياما اختبار ولا عبور واحدة ياما راه اختبار من ربي يشوف فينا ولا راه العقوبة من ربي سبحانه وتعالى. بل إن مال المجتمع، المجتمع إن مال المجتمع لا يهدد بالنقص والآفات المضرة بالإنتاج وهبوط الدخل، وما ذلك إلا أثرا من نقمة الله وسخطه على أناس لم يتعاونوا ولم يحمل أقوياءهم ضعفاءهم. وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منع قوم الزكاة إلا منع القطرة من السماء، لولا البهائم لم يمطروا. فيا أيها المؤمنون الكرام، كفانا حديثا عن ذلك، ورب إن شاء الله يفرج علينا وعليكم حسا ومعنى ينظف قلوبنا. وليس من المسلمين من لا يحمل همومه، ما يفكرش المسلمين أعطاك ربي يا مسلم، ربي هو اللي أعطاك، ربي هو اللي أعطاك، فأمتلك مما أعطاك ربك. وإن شاء الله سيكون موضوع خطبتنا القادمة إن شاء الله إذا لم يبقى الطرف الصفة الواردة في قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. واتقوا الله إذا عباد الله، اتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الله
صلاة تبلغ التوابين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغك وترضي وتحمد يا رب العالمين. اللهم يا رحمن يا رحيم يا قيوم السماوات والأرضين، رفعت إليك أكف السائلين، نسألك الحاجات وترجو منك تقبل الدعوات. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمرنا وتنمو بها شعبنا وتصبح بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتزكي بها عملنا وتلهمنا بها رشدنا وترد بها عنا الفتن وتعصمنا بها من كل سوء. اللهم إنا نسألك الفوز بالقضاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء يا رب العالمين. اللهم يا ذا الحق الشديد والأمر الرشيد، نسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين بالعهود، إنك رحيم ودود وإنك تفعل ما تريد. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سبا لأوليائك وعدوا لأعدائك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله كثيرا يذكركم وادعوه يستجب لكم. يغفر الله لي ولكم ولوالدي ولوالديكم وهو الغفور الرحيم. ولا حول ولا قوة